سئلت في المسجد عن امرأة مات عنها زوجها ولها مؤخر صداق فهل تأخذه من التركة؟ فأجبت بأنها تأخذه ثم تقسم التركة ولها نصيب مفروض لأنه دين ويجب أن يقضى بوفاتها أو بالطلاق استحق سداد الدين، وقد قرأت ذلك قديما لابن القيم وشيخي واختيار ابن باز. جوابك صحيح إن شاء الله يا أحمد ابن إبراهيم.